سهلة إلى أخطر خبر. خبر عاجل، مش أخبار التلفزيونات اللي بتشوفوها، قتل وضرب وصلب ونهب وسيليكون وفيليكون حويلة. المنع من FDA، من البيت الأبيض، من حكام كتير، وأكتريزهم من أمي العربية. أمة العرب اليوم حفاة عراة الجرب لهالبرج، كلنا ضحية الجهل يأخذه 100%. رحوا الخبر رح أقرأ. بروسيا بنوع خاص عملوا تجربة ونجحت. كنا عم نجرب كلنا نطلب ما تنجح. هالتجربة اللي عم بيعملوها بأمة العرب 99% هن ونايمين فاتوا بالضمير، 10% واعيين، السبكونشس بينام 90%. فاتوا نحن ونايمين، ولادنا احفادنا بيوتنا الخدم السواقين الكلهم فاتوا وشفروه. هالعلم حطوا الامام علي، بس مين بده الحقيقه؟ سالوني قبل ان تفقدوني كم شعرف يبدعني. مشان هيك بتلاقوا شبابنا هالجيل يلي رح يجي هالشك بالشك، هيدا دوره، كيف بتطلع مصاري، كيف بتكون عندك، كيف بتكون سيارة، كيف بتكون عندك شبابنا، بيشفروه ونايم، روح اقتل، روح اسرق، روح نهار، روح ملك، روح ملك، وهيك عم بيصير. ليكو. This is one of the greatest dangers، هيدي أكبر خطر اليوم على هالجيل اللي جاي. ما رح يكون في أي أمان. حتى الدمار الشامل والتمرد اللي عم بيصير من نخبة النخبة ما عم فيه ليكو. بأمريكا كلها في 6 علماء، بالأمة العربية واحد بس، وراكدين كيف بدهم يقتلون. حتى العلماء صاروا كاوتش بوتيتوز، عم بي بس عم بيتفرج، صاروا مثل غيرهم، بدهم الفرجة والفرج والفرجة، نسيوا انهم هن علماء، عم بينسون اياها. واللي قتلناهم عم نقتلهم مثل ما عملنا، بكل واحد عنده حقيقة. قدروا؟ نعم. في حل؟ نعم. إنما الأعمال بالنيات. أنتو نايم بيعملوك شيوعي، اشتراكي، كاثوليكي، هندوسي، مسيحي، محمدي، وأنتو واعي بتتصرف مثل ما هني بدهم. ما بقى في ضمير، هني عم بيتحكموا بالضمير وبالمصير. هالإنسان يلي واعي هو مثل شوية ثلج هيك آيسبرغ، والباقي تحت مي. شوي أنت عندك حرية، وهالحرية اللي عندك إياها القليلة عم بيتحكموا فيه كل الرجال السياسي والمؤسسات الدينية والدنيوية وكلها. ليه؟ لأنه حطوا لك الهم إنك أنت فقير لازم تغتني، وهاللي اغتنى عم بيسرقك. منين جاب هالمليون؟ من أول مليون سرقون، بعدين بيعطيك دولار وبتنبسط فيك، بصير انت عبد لإله. Even sleep will not be your own and private، حتى نومك ما بقى إلك ومنه ملكك. عم بيقدروا يفوتوا بكل الكرة الأرضية وين ما فاتوا، وبيتصرفوا بالإنسان هو ببيته، نايم مع مرته أو مع جوزك أو مع صاحبك، وبيفوت ليكي وأنت بتنقذي هيك بالليل، بتغيري شوي بقلك شو بك، بتقولي له انقذت. كتار منا بتشوفوا شي بالليل بتحس إجرك قملت. أكثر الناس بتصير فيهم بتوعى، بتسمع هيك خشيش في شي بالأوضة، يا عمي شو في جردون بهالأوضة، شو صار؟ شش. في حل. أنا ما بحط مشكلة إذا ما في حل. مني هيدا الحمار بالخط العريض أو هالبرامج المنحطة اللي عم بتصير، كل برامجنا بالأمة العربية 100% منحطة. كل واحد بيحكيك يوغا وكوتشي ومساجات، شيلوهم كلهم، ما حدا يدقركم. كنت تقول انا ليش المسلم بحط ايده هيك ما بيسلم، بس هلا عرفتها بالعلم، معك حق، سامحني. السلام عليكم بالكلام، واذا كنت صادق بيوصل، واذا انت بتعرف تستلم. وقت قال المسيح قولوا السلام عليكم، قال ما بردوا علينا، قال لهم بترجع لكم. المهم انت تكون صادق وعم تعملها، بس ما حدا يحط ايده عليك. ابنك، نعم، البي المريض بينام بيجي ابنه الكبير بيمشي على ظهره. مشان هيك قد ما فيكم اقعدوا بالبيت، انا ما فيني اطلع من البيت بقى الا تا اجي لهون
أو شي مطرح عايز يشيل، بمشي بالطريق ما بصدق من الريحة ومن الناس وقلات السخيفة وبدي أتصور معيك، بحبك كتير. صورناكم بالأرحام، شوفوا الصورة اللي ما بتموت، هيك اللي بيموت. هلأ عم بيفوتوا بكل الأمة العربية، بحلمك، بأعمالك، بأفكارك، ما عم بيخلوك تحلم مثل ما أنت بدك، ما عم بيخشفوف إن ضميرك بقى but unfortunately بعد في شيء ما قدروا يعملوا، ما بيفوتوا بالنوايا. حضروا فيلم فلات لاينر والثاني ميتينج وذ ريماركبل مان. فإذا ما في عنا متمردين، يا ريت بتكون متمرد. المرضى، المرضى هن مش حزب المرضى بدنا نكون سياسيين، المرضى هن اللي بيقولوا لا في خدمة النعم ونعم في خدمة النعم، ما بيساوي، ما بيكذب. نعم تحولوا اولادنا والصغار والكبار روبوتولوجي، صرنا مكانين. ابني حافظ القران عمره 6 سنين، مكنه حافظته الكمبيوتر. قال لي شو اجمل واحلى كتاب بالعالم؟ قال له لا لا لا، نزله لتحت فتح. قال له هي القران، كل بيت فيه قران. بلغ ايه؟ نعم بعد في وقت قليل. هل الشر اللي حطوه سنه 1979 بشباط ترموا التاريخ. هلا اللي عم بيصير عندنا مناسبة، وهي المناسبة الأخيرة. كيف نحن فينا نفك هالشفرة؟ العلم حطه الإمام علي، جفر جسد فكر روح. بس شو بنعمل؟ نقعد نبكي على الإمام علي والحسن والحسين وزين العابدين وش عملنا فيهم؟ مثل المسيحيين الصليب، يا خي نزلوا لي الصليب. شي مرة حط المسيح عم بدق موسيقى وعم بغني وبيرقص وحامل طفل. هون الشفرة شيلوها. ما تروحوا عند البروتستانت أو عند الكاثوليك أو عند السني أو عند الشيعة. 72 ملي وأمي بالنار، أمية محمد، أحمد محمد. بالاسلام كل واحد بتعيط لمحمد بده يرد، يا حج ويا حجه، كلنا حجاج، مش لهونيك عرف لمن عرف هون. الحل اعقل وتوكل، الحل انكم تقروا. العرب ما بيقرا. نقرا كتب مثل ما شايفين هالمجلات، ما في مجله فيها تجلي، كله تخلي. وإذا ما حطوا صورة هيك وعزوا للزنيح اللي بلشوا العلماء يحكوا، وفي واحد دخيلكم قولوا لي من بيت فعور شو اسمه الصغير؟ نايب هو شيء هيك. وائل فعور على راسي أنت. مش هيدا وقام وهاب، أنت لقام يا لئيم وهاب. من كل قلبي عم بقول لك إياها. كان في عندك بالجاهلية وتلفنت وما حدا رد وتلفنت لك وما خليت حدا يجي لعندك دخيلك، من 3 أيام سكروا لك إياها. بشو بالك أنت؟ يكون معك حرس حواليك؟ قلكن عنا كمال جملاط بالجاهليه، في 3 مطارح غيره عم بيجربوا يسدون ما بيقدروا، طالما في حسن نصر الله انت سيد وحبيب ورقيب ما فيكم ليهم. بوابه فاطمه والثلاثه باثنين جبل عامر، ما فيكم هون، شافوا ما فيهم، سدوها بالجاهليه. مشان هيك بعدك جاهل. اجا فعور وقام ما بحفظ اسامي. اجا هيدا وائل فعور، انت اول فعرهم لهو. كيف عم بيعاملوا؟ ما في جمعيات خيريه وانسانيه يا اخوتي. لو في جمعيه انسانيه في انسان، هالانسان منه انساني؟ كان في نجله صعب وزاهي سلمان وهالخادمه عندكم، والباقي كلهم كذابين. اتحداكم على تلفزيون البسل ال بي سي يا عار العالم، يا انت هيدا شو اسمه نيشان ولو سكي اسيغا انسكنيسكو امينا عم ديفتين. تقعد بتكرم الناس، كرموا اول شيء الواو، وبعدين اجت من بيت عريضه، عيب يعني انت صديقه كبيره وتتكرموا من بعد الواو كلكم، مين هي اللي عم بكرمكم؟ يتشكوشي رفض جائزه نوبل، قال لهم هيدي جائزه انفجارات. اوشو ابدا ما فات على مدرسه، تعلم على ذاته انجليزي، وقال لهم عم فتش على اللي ما بيموت مثل ابراهيم. 9 سنين فات على المسجد وحط علم لا اله الا الله، اجت اشاره هز المسجد، قالوا له جده هذا شيطان، قال لهم يس اي ام ديفاين ديفل، شيطان رحماني. رجعوا لهالاطفال اللي عندهم هالطفوله ومنها بتكبر وبتصير الحكمه.
الدمار الشامل قريبا، انفجارات وهاريكين مي واللي عم بصير بالسعودية على حدود. انتبه عبد الله، انت خادم الحرمين مش خادم. ولو فت على بيوتكم كلها، فت من باب المطبخ طبيخة تطبخ، طلعت من باب الآخر عليكم. هيفا الفيصل، انت وبندر ما فيكم تحطوا محطة فيها أخلاق. بدنا نرضي أمريكا وإسرائيل يا أخوتي، ما نرضي الشر إلا عبادك الصالحين. إذا معي تجيب تاكسي وإجي منك أنت يا هيفا وجوزك. هيفا الفيصل وحدا اللي كرمت وأمني، فت عبيتكم بيت الملك خالد وهذا الملك. ما شو هي نلبس هيك ونزلطي؟ عرفتوا ليش عملوها هي؟ لا، ليش مبكلين سنيننا؟ ليش هالدمار وقع بأمة العرب؟ لأنه جرب ما بنقرا. قال له بلغ إيه، سيعود ولو على يد كافر الإسلام، لأنه هي فطرتنا. المسيح وقت قال لتكن مشيئتك صار ألوهية، عشان هيك إكليل غار مش عار. يا عار العالم وين صرنا؟ هيدا ايدل عرب ايدل. ولو هي هيدا شو اسمه اللي بيغني، ما بحفظ اسامي، شو راغب علامه، لا راغب العلامه، ولا انت منك من الحاره، انت اخذت كنيسة وهذا مرجريس وخليت المسيحيه تكريم، هلا قاعد هو الوحده رفض. قال له هيدا بينشد بيقرا قران، اجى بده يعمل الفنان، ما حدا بيقدره بيقرا القران، انت بدك التقدير من الناس تقدرك. قال له ارحنا يا بلال، يا راغب، لانك راغب ولانك علامه، كنت علامه من زمان بالحاره، كنا نحبك ونقدرك ونكرمك انت وصغير. شو عم تعمل معك حرس؟ شفتك بالقهوه ما حكيتك ابدا، هيدا عمل منحط عم تعمله بشخير الموت انت كل هالفنانات. يا عار العالم صرنا مسخره، أنا حملت باسبور باسم بيس بيس دغري، ما في سفارة إلا بتتمنى مريم تحمل من عندها باسبور، هيك مثل ما بدي. الوحيدة بهالأمة العرب مريم ومحمد كيلاني وكم واحد وبس، وباقي كله جرب، ما قدروا يشفروا لمحمد ولا لمريم. 100 سؤال، ثلاثة من تلاميذي فخور فيهم، اثنين بأمريكا ومريم هون، وثلاثة من بلده من اليابان. بس وباقي كلنا كذابين. طلع معي كثير ها، شو عملت هاي دانيا انديانا مهبه مدري شو كلهم اللي طلعوا معي. نانسي، نانسي شفتك بدك تعملي شيء على التلفزيون، طلعتي معي هون يا عار العالم، كيف تقبلي رحتي عند اوشو؟ حدا كرمك مثل هالمره؟ ما تخلوا حدا يحط ايده عليكم، ما تحضروا اي برنامج بشرشتوا بطرطوا عاملين نفشين لي شعراتهم وبيعملوا هيك، ولازم تعرفي ونحن بنعلم، شو عم تعلموا؟ بتحديكم تعالوا اطلعي معي هون، كلكم كذابين وبلا اخلاق 99.99%. قد بيت السلام ما كرمت، وكلها وكل اللي عم بيحطوا هلا في محلات بتبيع بضاعه وكاتبين عليها مريم نور، مطرح ما بتشوفوا اسم مريم نور ومحل مريم نور هو كذابين. بس ببيتي اتحداكم، مين ما اجى لعندي على البيت شو ما كان المرض، ما بدي منك شيء، انا بقول لك وين تتصدق، عالجوا مرضاكم بالصدقات، انا مش عايزه دم. بحكي حلقة خاصة لحني عندي ها، من أي مرض هي بتحديكم بها، أي وجع، وأنا بقول لكم منين بتجيبوها، دولارين، غيروا أكلاتكم وقعدوا تقروا. إجا وقت أمة العرب اقرأ أيها العربي، شو بدك اقرأ أي كتاب؟ ما برد على التليفون أبدا، أنا بستخدم التليفون مش أنت فيك تستخدمني. نعم أقرب وقت للحقيقة نحن هلأ فيها، لأنه هلأ أزمة كبيرة بدها تنفجر هالكرة الأرضية، رح يطلع ناس من تحت الأرض برزخين لا يلتقيان. أتحدى إذا في شي عالم عربي، معمر القذافي كان يقول لي يا أمي إذا في واحد حاورك بعطيه مليون دولار، ابنه قال لي مليار، هيدي حلم بيو. هون بطلب من كل ليبيا الغفران، خلص سيف الإسلام شبع من هالكذبة، وهو جهل بسببنا، كلنا غلطانين يا اخوتي. لا تخاف من البحر الهادي، خاف منه هيدا بعد ما هيج، هيديك هيج وخلص، من الضالين رجعنا على البيت. نرجع نعمل بكل بلد عربي مدينة فاضلة ما فيها الحضارة أبداً،
بتاكل وبتشرب وبتنام مثل من 200 300 سنة لورا. هيدي اللي اسمها حضارة؟ منا حضارة، ما فيها حضارة، هيدي كذبة ونفاق ودعارة وبدها حرب. وشو عم بيصير بأولادنا وبأطفالنا؟ تعوا على مول بالأشرفية بيبكي قلبك، بيبكي قلبكم. كيف بتشوفوا ابنة 12 سنة شو عم بيعملوا فيه؟ بنت 13 و14، ابن 8 سنين قلت له لبيه انت عم تفتعل بابنك، صلوا ايده على وجهه، شو عرفي؟ نعم، حطوا علم الفي راسي، ما تروحوا تدرسوا ولا مطرح، نكر بيطيك فكر بيطيك ولا مطرح، كل أمة العرب. الكتاب خير جليس حدك، وإذا عندك صديق وما بدك إيه، والمعلم اللي فيك وفيك انطوى العالم الأكبر، ما بدي حدا. يا عار العالم بناية عندنا بالأشرفية، قال لي بس هو للخليج، ابن 8 سنين بيو جايبه، إذا بتشوفوا الأنس عنده ما بتصدقوا. عم بيسألني شو بدي يحط له، قال لي بشغل ابنه 8 سنين، وين صارت هاي صدومة عمورة نحن؟ نعم، عم بيفوتوا بالأحلام، بيشفر البيت يشغل ابنه بيشغله، بيشفر الأم تتشغل بنتها بتشغلها، كلنا عم بيشوف فيها تشيب تشيب. وقت بالسبعينات اجوا بدهم يعملوا تشيبينج، انا قبلت انه بيحطوا لي هون شيء، لان كنت بدي اعيش وحدي، ما بقى بدي حدا. تركت البيت الكبير والقصر وكلها وكلها وكوخ صغير، خبرتكم كيف حبيت هالكوخ، وهيفا كتبته باسمي البيت، انه كنت تبع القصر، قلت لها اطلع لك الكوخ، وانا رجعت اعطيته لغيري. قلت لهم ليش بيحطوا لي تشيبينج هون؟ قال لي انت مره كبيره بحطوا لك تشيبينج، ايه بس بيشفروا الناس اللي عم بتشوفيهم من خلالك. حضروا مئتك. اجى لعندي الرجال ابنه وحيد، قلت له رح اغمر ابنك خلص روح على البيت ما بدي اياك. ميتك فات فيي، وهالرجال لابنه وحيد مشي وفتح عيونه وحكي، ميتك عملها من خلالي. مشان هيك انا بطلب اسمك اسم امك. بالمسيحية بغيروا لنا اسمينا، بالمعمودية متغير، لو اسمك مريم سميكي تريز، يعني موتوا وخلقوا من جديد. هيدا السر عند ستنا فاطمة، إلا أنت أول ناس لحقتيني. كفنت حالها وقالت له هيك هيك الوصية. هيدا سيف علي فصل وصل، قال له بخاف قتلك لغضبي. مسيحك أخذ سيفه فيه، بس المسيح وعلي وكل مؤمن ما بيأذي السيف بإيده. يا ريت سيفك على رقبته. الجراح عند الضرورة بيعمل لك عملية أو بيعطيك حبة دواء، عند الضرورة. بدنا الأطباء الأوادم، مش برامج لازم تعريف على القلب سي فير الظاهر، شخير الموت فيك. انتبه هالوعد اللي أنت قلته وقت بدك تغير وتعمل البرنامج، وعدته لغازي كنعان، أنت وسمهون الأسمر بتعملوا البرنامج مع مريم نور. طلعت على الجزيرة، هبت الحقيقة، العاصفة بدها تهب، ما فيك تهديها. كلن اليوم بيعرفوا اوشو محطوط بكل المكتبات ومحطوط هيك، اول مكتبه بالعالم العربي حطت اوشو هي الاول برين لصاحب هالمحطه، وما طلعت على غير محطات ودفعوا لي كثير، وانا هون بكلفني البرنامج ماديا معنويا. اعطاني حريه، بدي ادفع ثمنها، بس اطلع من البيت بقول انت بدي ارجع على البيت هونيك صاحب الدار. احلى محطات اللي بتريديها كلها محطه، كل مال البترول مال ديرتي موني ما تاخده ابدا، كل وسائل الاعلام اللي بتحط دعايه مالها حرام، كله حرام. الشمس بدها دعايه، رجع انت استفتي قلبك ولو افتوك. اليوم امراض جديده عم تنتشر حول العالم بنوع خاص بالامه العربيه، دغري شفروها وحطوها بتيابنا بحفاضات صغار والكبار بالالوان، بيلبس كرافات حمراء ولبس من هون هيك، مين بيلبسكم انتو؟ بعد اللي بيلبس منيح شوي على التلفزيون كلام المداس، مش كلام الناس هي، كلام الصرامه، اتحداك اذا فيك تستضيفني واحكي. كلكم مين بيسترجي يستضيف مريم نور؟ ما حدا في حورة، انتو بتتحاوروا من هيك ومن هيك للدولار والبترول، وتتحاوروا من السياسه. أنا برا بحكي بيقولوا لي نو عرب ظهير، ولا في مسلمين ولا عرب ولا ام اس جي بالاكل ولا كلاب ولا حيوانات. يو ار فري،
احكي عن اللي بتحبي. اسلام الله، اسلام الفطره. اليوم مضروبين كلنا، ما بقى فيك اثنين مرتاح. انتبهوا، بدكم تحطوا هلا بكل بيت بعض النباتات والمي يلي كانوا اهلنا ببلاد الشام، دائما كان في بحيره برا، فيكم كلكم تعملوها بالبيت. ما تروحوا تشتروا ابدا، ما تطلعوا على اي مول واي سوبر ماركت، فوتوا عند الدكان عند ابو انطون. كلهم تتشفروا اذا فتوا على اي سوبر ماركت، ما تفوتوا على مطعم او محل فيه موسيقى. كلهم ضحيه الجهل، كلهم تنقبض هالمعاش، هالمعاش قد ايه بضاين؟ يومين ثلاثه، ومديون، ومديون، وبنركض نهار نشتغل ثلاث اربع شغلات، تحت ابني بالمدرسه، بعدين بنبعت على الجامعه، بتحطوا بالحضانه. شفتوا شو عم بصير بالحضانات وبالمستشفيات؟ شفتوا بالمؤسسات الانسانيه؟ كون مثل ابوك يا وليد. منى، وين راحوا بيت الصلح؟ نعتذر من رياض الصلح بسببنا، قتل انطون سعادة. انطون سعادة برا، إليفين كرايست، مسيح حي. شكرا قال لقاتلي. مثل عمر مختار، قال لهم عمري اطول من عمر جلاده. اوشو بعده حي. لو قتلوا ريجن، قتلوا بسببنا. قال لهم ارتفع اذان بلال، قال له موجود اذان بلال، تعال نتحاور. يلي بيغلب الثاني هو اللي بيربح، مين معه الحق؟ الحق. الحلاج بعده طيب والحجاج ميت. فإذا هالمؤامرة اللي انعملت وانحطت وخلص وانتشرت، وبلبنان يا عار العالم غيروا اسم الجاهلية، غيروا اسم تفرشخنا، شيلوا هالأسماء وغيرون، شيلوا كلمة كفر 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 كفر. هي كفرة يعني غطى. ما بقى بدنا، ما تغطي لأنك خايف. على قمم الجبال كلها قديش في ناس، قديش في أديرة لهالرهبان. أملنا فيك خينا الراعي، مش بطرك ولا أي لقب. عملت فكرة الأديان، نعم المسيح منه مسيحي ولا محمد محمدي، حط علم أبدان وأديان. حاجة نعمل مسلم مسيحي يهودي بودي بدي دق الجرس بمكة، عند انتمهم بدقوا الجرس فيه. أينما توليتم فثم وجه الله، الدين معاملة. أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. العلم يعمي والجهالة تعمي وكلاهما بلاء. ما بدي علم المدارس والمتيس، ما بدي هالجمعيات الإنسانية، ما فيها إنسان. كيف بتقبل على نفسك المؤسسات الإنسانية؟ منين جبت هالأموال؟ بس اسأل نفسك، أنت حسيب ورقيب على نفسك. هيك قال محمد؟ هيك قال المسيح؟ بآخر أيام وأحسن واحد مات فيكم ليس سركيس، أني أنا كنت حده. قال لي ما عرفت عيش، عم بعرف موت. قلت لهم كلهم هول اللي حواليك بدون مصرياتك وكل هاللي بتجي لأنك فخامة. كنت على صوت لبنان وقت ماتت أمه، نجي إبراهيم الخوري أستاذي، قال لي هلا انتبه يعني ما تفلتت سينك وهيك. قلت له للوستي انا عم شوف انه هول عم يجوا لعندك لانه صرت رئيس جمهوريه، ونشرت لك اياه هون. وصلوا الناس قالوا في مره عم تحكي كثير حلو عن امك وعنك، يعني ما بنسترجي نعزيك لانه عم تنشرنا. احتجتوا هلا صرت رئيس، صرت فخامه يا ابني يا للوس. ما صدقونا كلهم كذابين. وهيك بس ماتت بنته لبشير الجميل. عرف انا اللي كيف بتعمل هيك؟ قلت له انت لبنان كله بايدك، سالتني شيء؟ قال لي حورتي عني وما حكيتيني، قلت له لبنان كله بايدك، حكيتني؟ اخذت اذن مني؟ قال لي معك حق. بتتذكري يا سولانج؟ هو كنت قاعده حد جوزك، نزل وقف لي، فتح الباب، نزلتي انت وقعدت انا حده ووصلني على البيت. ووقت اللي مايا هيك قلت له دادي باشو في بنته لفلان، انطون فرنجيه، توني فرنجيه، في بنته لفلان، بنته حق عليك وعلى جده، في كثير اولاد هون مثلنا ايتام، ولا عندهم أمه ولا عندهم بي نشرته. اللي بيحكي الحقيقه احترموها، ما تحترموني الي انا ماني موجوده، ما في بالوجود الا الوجود. هلا هالدمار الشامل، هالامراض اللي عم تنتشر، كل هاي اللي انحطت بمطاعمنا، باكلنا، بثيابنا، بحفاضات، بالادويه، بشكر اللي عم بيقول هلا 400 دواء اللي عنده كذبه هالقد. قال له يا خي تجوز هالمره، قال له بس حبلي، قال له حبلي هالقد ولو اثرت فيك. الكذبة هالقد صارت هالقد.
فاذا الحل اعقل وتوكل وفوت على البيت. بس تقولي اخ فوت على المطبخ دغري. اطباء كثير هلا تركوا الطب بامريكا، فاتوا على النظام الطبيعي النظام الكوني، ومن كل شيء ذكر وانثى. ما فيني إلكم ميتشو ما بعم بقابل حدا، نادرا انا وحده منهم، بس صار بيجي لعندك بطريقة تانية، ما بقى بدك وطوي عنا بعده، استوى وانطوى، الورقة، الشجرة، التفاحة بس تستوي بتوقع. كلهم قالوا شو هي؟ نيوتن قال ليش وقعت؟ هيك قام أكلها الأبل. نيوتن قال في جاذبية، فإذا سحبتها في جاذبية هيك وفي جاذبية هيك، مشان هيك بس تروح على المسجد رجال حد رجال، هي الاستقامة. استوى حد بعضكم ذكر مع ذكر مع ذكر مع ذكر بتصير انثى. صلي انت ببيتك، حطوا هالعلم ابدان واديان، واتحداكم من قهر الحال اذا حدا بيقدر يحاور هالمره. ما تكون تعملوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب. مره كنت على الاوربت وعلى الهواء، واجا واحد شيخ قلت له ليش لا اله الا الله محمد رسول الله ما فيها ولا نقطه، الحمد لله لقد اسلمت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قلت له خي شيلوا هون على جنب. قال الرسول، راح الرسول مات، انت شو بتقول؟ ما عرف. في واحد مسيحي كان ورا الكاميرا قال لي شو بعمل تكون مسلم؟ قلت له اصحى تسمع للشيخ ولا للخوري، سبت قلبك، هي الاسلام الفطره. دغري الاوتيل وصلت للفنان عمر قذافي قال لي يا حبي يعني شو بدي اعمل؟ تخلصك نشرتي بهدلتين وبهدلتي المسلمين، بس قلت الحقيقه. دغري ترك السعوديه وجي خلص. شايفين انه شيء مهم، يعني انه لانه بالسعوديه بيك ملك جلاله الملك. قلت له من هو يا ابني؟ بيك. قلت له بيك بتعطي له جلال، ولين احنا الحمار ما نحط له جلال؟ قلت له يا عبد الله ما بنقول له جلاله الحمار. شو هالجلاله؟ جلاله يكون عندك تجلي انت خادم الحرمين، هيدا اهم لقب بهالعالم وبهالتاريخ. مره رحت قالت له اخذوني على الحج معهم هن، بس جيت قال لي ابنه للملك فيصل رجمت الشيطان. قلت له حد بدي ارجم هيك؟ ما حدا بيحكيني. شايفين شافوا اشارات من هالمراه. قالت لي بنته للملك خالد فرضتي حالك علينا، شو عملتوا؟ حدا منكم قال خذي؟ ومن نازك الحريري قالت لي انت المسيح ابنه مريض 17 سنه هيك بس اعطيته صحن اكل، اشارات اجتكم واحمد زكي اليماني شو عملتوا؟ إن أنت مع بندر، بندر بيدفع. لا، أنتوا الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم، وهذا هو الجهاد الأكبر، وهو أكبر الجهاد، يا عبيد مش يا عباد.